مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناه على الاستاذ مكتوب باللغه الانجليزيه، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاوي العلاوي. على الاستاذ اصدقائي واعزائي، اليوم 21/8. بعد هذا التاريخ دائما كل سنه يبدي الجو عندنا يغير، يعني مو تغير راسا انه انتهى بعد صار بارد، لا، التغيرات راح تصير مفاجئه. يعني بالليل يكون درجات الحرارة منخفضة، بالنهار درجات الحرارة مرتفعة، مرات بالنهار تنخفض فجأة ومرات ترتفع فجأة. القصد كل سنة معروفة، الجناية المحترفين في مجال تربية الطيور يعرفون هذا الشيء. بعد هذا التاريخ، بعد 21/8، يعني كل سنة يبدي الجو بالتغير. هنا من راح يبدي الجو بالتغير؟ الطيور راح تبدي شلون تتعرض للموجات من البرد. يعني احنا اليوم الطير مأقلم نفسه على جو حلو وحار، مثلا اليوم رأسا الجو عنده صار بارد، هنا الطير راح ياخذ برد، ومو بس ياخذ برد، احتمال التهاب معاه، احتمال اسهال، احتمال التهاب بالجهاز التنفسي، يعني هواي اكو امراض يسببها الانخفاض المفاجئ بدرجات الحرارة. احنا هنا عندنا طريقتين حتى نتلافى هذا الشيء، ودائما احنا قاعدين الوقاية خير من العلاج. لا تخلي طيرك يتمرض حتى لا تضطر تعالجه، والعلاج مرات ينجح وما ينجح خصوصا اذا تأخرت به. فالوقاية دائما افضل من العلاج. الوقاية الاولى وهي ان تثبت طيرك بمكان ثابت. يعني انت اليوم هذا مكانه، يبقى هذا مكانه، لا اليوم خليته بهذا مكان، باكر خليته بغير مكان، ورا كم يوم خليته بغير مكان، لا غلط. مثل ما يعني تعرفون أنا طيوري كلها خالها بهذا الطابق الفوق، بشهر السابع بشهر الثامن بداية درجة حرارة عبرت 50، أنا طيوري باقية والحمد لله وشكر ما تعرضت لأي مشكلة. ليش؟ لأن المكان مالتها احنا خليناه بها قبل فايت وقت، وظلت الطيور بنفس الوقت وتدرجت تدريجيا بصعود درجة الحرارة فتأقلمت ويا هذا الشيء. اليوم نفس الحالة، انت اترك طيورك بهذا المكان ثابت إلها، من راح تنزل درجات الحرارة الطيور راح تتأقلم شوية شوية، تنزل شوية شوية، تنزل الطيور عندها ماكو فد مشكلة. مو مثل لما انت اليوم وخرت هذا المكان خليته بغير مكان، الطير صار عنده اختلاف درجات الحرارة وأذيته. هاي اول نقطة، ان تحافظ على طيورك او تبدي من هسه تختار لها مكان ثابت ومناسب تبقى بيه، الا في حالة التشميس توخرها حتى من هذا المكان حتى تشمسه. هاي اول نقطة، وهي ان تثبت المكان. ثاني نقطة والاهم، الثوم، استعمال الثوم. انا هواي عندي فيديوهات بهذا الخصوص حتى نستعمل بها الثوم للوقاية. عندنا فص واحد ثوم او سن واحد ثوم، تشوف شو يسموه، هذا تجيبه تشرقه بالسكينة وتخليه بالمشربة مالته، تخليه بالمشربة وتتركه. ايش قد تتركه؟ تتركه يومين، يبقى الثوم بالمشربة ليومين كاملات. هاي الحالة تسويها بالاسبوع مرة. يعني هسه اليوم احنا مثلا خلي نقول احنا اليوم اثنين، اليوم انا شرقت هذا الثوم خليته بالمشربة، يبقى اليوم ويبقى الثلاثاء، وراها نبدل المي، اسبوع الاخر نكرر الحالة. اذا ما تريد كل اسبوع، كل اسبوعين او كل شهر حتى، هم ماكو اي مشكلة. الثوم راح يكون مثل المضاد الحيوي، مثل اللقاح، حتى طيرك اذا بداية مرض هذا الثوم راح يعالجه ويخلصه من هذا المرض. ان شاء الله استفادتم من الفيديو، وتحياتنا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.